السلام عليكم. جالاكسي اي 52 اس وانباء صادمه حول هذا الهاتف الرائع. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناه بقوه عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك، فضلا وليس امرا، وتابعوا الفيديو حتى النهايه. يبدو ان حاملي الهاتف جالاكسي اي 52 اس يجب ان يبداوا التفكير في الترقيه الى هاتف جديد في الوقت القريب. تحديثات جالاكسي اي 52 اس، فوفقا لأحد التقارير أعزائي كرام تقنية، فإن الهاتف المذكور والذي ذكرت جالاكسي اي 52 اس لن يتلقى تحديثات الأمان الشهرية مرة أخرى، وكان تحديث أمان أكتوبر هو الأخير لهذا الهاتف. من الجدير بالذكر أن الهاتفين جالاكسي اي 52 بنسختيه العادية والفايف جي لم يعودا يتلقيان تحديثات الأمان من الشركة، وإلى أن جاء الدور على الهاتف الاي 52 اس. من المتوقع أن تقوم الشركة بتوفير تحديثات أمان لهذه الهواتف، ولكن كل 3 أشهر أو ربما فترة أطول من ذلك، وليس كل شهر كما كان في السابق. من الجدير بالذكر أن الهواتف التي تم إطلاقها بعد عام 2019 تحصل على تحديثات أمنية لمدة 4 سنوات فقط كما وعدت سامسونج. وقد اكتسبت هواتف الجالاكسي اي 52 بكل انواعها شعبية كبيرة بين المستخدمين، وربما يكون هذا الاهتمام بها الهاتف دافعا للشركة لتمديد التحديثات الامنية لعام اخر، لكن في الوقت الحالي لم يظهر اي خبر بشأن او بهذا الشأن. لقد مرت 4 أشهر منذ أن تلقى الهاتف جالاكسي اي 52 اس آخر تحديث، حيث تم جلب واجهة الوان يو اي 6.1 للهاتف، وربما سيكون هذا هو التحديث الأخير للهاتف. لذا إذا كنت تهتم بتحديثات الأمان ونظام التشغيل وكنت تمتلك أو تملك أحد هذه الهواتف، ننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث في أقرب وقت، ومن الأفضل أن تقوم بالترقية إلى، يعني إذا كانت الأموال لديك قم بالترقية إلى الأي 55، وسوف تحصل على أعوام كبيرة إن شاء الله، وأعوام كثيرة عفوا، وسوف تحصل على تحديثات كثيرة صديقي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين وأحبكم، مع السلامة.